سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. فالفيديو ديال اليوم جيتكم هكا بنهاري، غنشارك معكم هذا النهير هذا باش نعطيو راسنا هكا شويه ديال الطاقه والحماس والنشاط وداكشي، وما نبقاوش عكزانين وناعسين. اكيد غادي يكون الفيديو متنوع، فيه شيوات، فيه شنو درت هذا النهار، بزاف ديال الحويجات، بزاف ديال الافكار. فالا كان يهمكم الفيديو خليكم معايا وتبعوا الفيديو للاخر. مهم البنات، اول حاجه غادي نديرها هي تحضير فطور الصباح. فغادي ندير هكا اومليت مع البصل ولي شامبينيون. مهم سبق لي شاركته معكم، عادي جدا. يعني اول حاجه كما شفتوا خديت واحد البصله صغيره جدا، قطعتها مربعات، من بعد خديت شامبينيون طري غسلته مزيان، وغادي نبدا نقطعو هكا شرائح رقيقه. من بعد في مقلاه غادي نوضع القليل من الزبده، تقريبا هكا واحد الملعقه. من بعد غادي نضيف الشامبينيون ونزيد شويه ديال الفلفل الاسود، نضيف له شويه ديال الملحه ونخلي هذاك الشيء يهبط مزيان مزيان. ودس نحضر البيض، غندير البيض، نضيف له شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، وشويه ديال جبن، مهم جبن مبشور هكا، اي نوعيه تكون عندكم. وصافي، من بعد ما كما شفتوا هبطت هذيك البصله والشامبينيون وهكا يبانوا تعسلوا شي شويه، غادي نخوي فوق منه هذاك البيض اللي درتو. يعني هي وجبه فطور اللي لذيذه وفي نفس الوقت يعني صحيه، ومهم تعطيكم هكا لينيرجي والطاقه باش هكا تكملوا نهاركم مزيان. بعد ما طاب الاومليت غادي نحاول انني نلفوه بهذا الشكل هذا، يعني نلفوه على شكل رول بحال هكا. مهم انا بحال اللي بقى كيتقطع لي شي شويه حيتاش ما خليتوش يطيب كفايه، ما كنبغيش البنات البيض يجي طايب بزاف بزاف. فالمهم غادي نلفوه بحال هكا ونخليه شويه يزيد يتحمر وصافي. من بعد البنات خديت غير قطعه منه لانه جاني بزاف، المهم خديت غير قطعه، وقطعه خبعتها يعني تسخنها في العشيه ولا. وصافي قدمتها هكا مع توست كومبلي، واحد القطعه ديال الجبن، واحد نصف ديال الافوكادو، وعصير ديال البرتقال. فهاد الايام هادي كنحاول هكا ننوع في الفطورات ديال الصباح حيتاش كتملي هذاك الشاي يوميا، وهذا المهم كتبغي شويه مره عصير مره حليب، تنوعي هكا وكيكون يعني حتى نتيج الجسم ديالك كيستافد من هاد الشيء هذا. بعد البنات راكو عارفين الروتين ديال كل نهار، ديال جميع الفراش، جميع الدار، مهم هاد الشيء غير دغيا دغيا، مهم شاركته معكم. وهنا البنات مهم وريت لكم هاد اللفه هادي اللي كنديرها للكويت او للكاشات اللي ما كتشد لكمش ليسباس في البلاكارد ديالكم. ها نتوما تشوفوا انا هكا كنظم الافريشه، ومهم باش تكون عندكم هكا فكره كيفاش ديروا الطواو المانطات ولا لي كويت اللي كيكونوا غلاط، باش هكا ما يشدوا لكمش ليسباس. وهنا البنات دائما كتطلبوا مني انني نشارك معكم الاجواء، هما هادو الاجواء الحاليه اللي راهم عندنا. كتكون هكا الشميشه، والنهار اللي كتشوفوا فيه الشميشه عرفوا انه درجه الحراره تكون ناقصه بزاف 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 بزاف، يعني ما تغركمش هذيك الشميشه. فريمون هاد النهار كانت الحراره ناقصه بزاف، ومهم انتم كتشوفوا المنظر راه كيبين لكم كل شيء، والبرد بزاف. الحمد لله انه الديور كيكونوا مقومين وما كنحسوش يعني بهذاك البرد في الديور. هنايا البنات مهم شعلت التلفازه، غادي ندير واحد الحصه ديال الرياضه خاصه بالحوامل. صراحه مؤخرا عاد بديت نديرها لانه قالت لي الطبيبه خصك تخدمي التنفس ديالك، لانه التنفس ديالي راكو عارفين كتجيك بحال ديك النهجه. فهاد القناه هذه بغيت نوريها لكم على اليوتيوب، سميتها قناه رؤيا، كيديروا فيها برامج رائعه جدا، وعندهم حتى اليوغا. اليوغا البنات كتحسن بزاف من التنفس خصوصا الحوامل، كاين يوغا خاصه بالحوامل كديرها واحد ماشي هادي وحده اخرى. مهم انا صراحه غير حيت شعلت دابا غادي ندير هاد الحركات هادو، كما شفتوا راه كيساعدوا على التنفس بزاف بزاف، فغادي ندير معهم هاد الحركات. كنحاول نديرهم في الصباح باش هكا نخدم على التنفس ديالي، عاد هكا نكمل نهاري. صراحه هادي نصيحه بغيت نقولها لكم. ها نتوما انا نجهد لكم.
وكذلك بالنسبه للسيدات اللي غادي يولدوا نورمال كيساعدوهم بزاف بزاف، يعني الا درتيهم يوميا غادي يساعدوك الولاده الطبيعيه بشكل كبير كبير. ويعني والحمل البنات راه ماشي مرض، بالنسبه للحمل راه يعني حاله عاديه جدا، ممكن انكم تمارسوا رياضه المشي، حاولي غير ما تجهديش راسك يعني في شي سبور اللي تهزي الاثقال ولا شي حاجه، مي تقدري تمشي تقدري تجري تقدري ديري حركات راه عادي جدا. وانا صراحه كنت مهمله في هذه القضيه هذه، دابا مؤخرا بديت كنديرها وبديت كنحس بالتنفس ديالي ولا كيتحسن بزاف بزاف، فكنصح جميع الحوامل يديروا هكا الرياضه. راه وريت لكم القناه، غادي نحاول نتركها لكم لتحت في صندوق الوصف بالنسبه للاخوات اللي بغاو يمشيو لهذه القناه هذه، فيها برامج متعدده ولكن من بينهم هاد الرياضه هكا الخاصه بالحوامل، وكاين بزاف الفيديوهات في اليوتيوب تقدروا تكتبوا غي يوغا للحوامل او رياضه خاصه بالحوامل، وغادي يخرجوا لكم الالاف ملايين ديال الفيديوهات ماشي غير الالاف. المهم انا غادي ندير الفقره ديالي الصباحيه وهانتوما معايا تكملوا معايا نهاري، خليكم معايا. غادي نحضر البنات بيتزا، فغادي نشارك معكم هذا العجين ديال البيتزا اللي كيجي رائع جدا، كيجي رطيب كيجي رائع جدا وسهل التحضير. غادي تحتاجوا 500 غرام ديال الدقيق الابيض، ممكن الا كنتو كتفضلوا دقيق القمح الكامل ممكن تعوضوه به اللي هو الكومبلي. عندي ملعقه كبيره ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، واحد الحبه ديال البيض، ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه كبيره ديال خميره العجين، وعندي 4 المعلقات كبار ديال الزيت. انا هنا استعملت زيت المائده غير لانه ما متوفرش عندي زيت الزيتون، فيستحسن انكم تستعملوا 4 المعلقات ديال زيت الزيتون. وبطبيعه الحال غادي نحتاجوا الماء الدافئ لجمع العجين، فدابا غادي نمشي ندير كلشي في العجانه الصراحه ونخلي هاد العجينه هادي تدلك مزيان مزيان. ولكن قبل غادي ندوب هاد الخبيره هادي مع شويه ديال الماء الدافئ عادي بحال تصايبوا شي عجينه، ونخلط جميع المكونات في العجانه نخليها تدلك شي شويه، ومن بعد غادي نحتفظ بها جانبا ونخليها حتى تختمر. صافي البنات، اول حاجه غادي نديرها هي الدقيق، غادي ندير الحبه ديال البيض، مع هذيك الزبده اللي بحراره المطبخ، الملحه والزيت، وهنا عندي ديك الخميره ديال العجين اللي حاولت انني ندوبها في الماء الدافئ ونديرها حتى هي. وصافي دابا غادي نبدا نضيف الماء الدافئ بالتدريج. صافي البنات، العجينه من بعد ما تدلكت مزيان وصبحت هكا طريه، رشيت شويه الدقيق في هذا الصحن هذا وغادي نديرها تختمر حتى يضاعف الحجم ديالها. المهم البنات، لقيتوني كنوجد هنايا في الخضره اللي غادي نديرها في البيتزا، حيت هذه البيتزا هذه غادي نديرها غير بالخضره ونديرها بالصلصه والفرماج، ما غاديش ندير فيها لحوم نهائيا. فهنا البنات مهم، انا صراحه هكا كندير كنوجد كلشي، واخا ما نكونش غنصور فيديو كنوجد كلشي في الزليفات حدايا باش هكا ما نترونش وكنربح الوقت بهذه الطريقه هذه. فحاولوا دائما يعني توجدي تقطعي كلشي تحطي حداك بالزلافه، ما ديريش هذيك اللعبه ديال تبقاي تقطعي حاجه طيبيها تقدر تحرق ليك وانت مازال كتقطعي الخضره الاخرى، فبهذه الطريقه هذه غادي توفري بزاف ديال الوقت وتكوني منظمه هكا حتى في المطبخ ديالك تكوني منظمه. انا هنا كما شفتوا قطعت هكا الفلافل الملونه مربعات، قطعت هنا واحد الحبه كبيره ديال البصل، وهنايا عندي حتى البصل الاخضر، هاد 3 المعلقات كبار ديال صلصه الطماطم المركزه اللي غادي نوريكم كيفاش غادي ندير نخففها. كناخد هاد صلصه الطماطم المركزه الا ما كانتش عندي الصلصه الخاصه بالبيتزا ولا عكس نحضرها، غادي نضيف لها شويه ديال الزيت، يستحسن تكون زيت الزيتون غير انا ما بقاتش لي، غندير شويه ديال الزعتر وشويه ديال الماء شي شويه. صافي غادي تخلطوا هاد المكونات كلهم مع بعضياتهم بحال هكا،
هادي كنعتبرها انا البنات كبديل للصلصه ديال البيتزا. الا ما كانتش عندي كندير هادي كتجي رائعه، ما كتنسميها بزيت الزيتون وبشويه ديال الزعتر وتخفيها بالماء كتجي زوينه بزاف. صافي البنات هذا هو القوام اللي بغيت نحصل عليه، وصافي دابا غادي نبدا نطيب في الخضروات ديالي. عندي لهم غير شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الزعتر. صافي هادشي اللي كاين. مهم البنات ديال العجينه بعد ما تضاعف الحجم ديالها كما شفتوا غادي نشكل بها، اما ديروها يعني بيتزا كبيره ولا ديروها هكا دي ميني بيتزا كما بغيتوا. فانا الصراحه بغيت نديرهم ميني بيتزا، نحاول انني نفرغ بها الهواء. هاد العجينه البنات كتجي رائعه رائعه جدا، يعني كاع العجينات ديال البيتزا اللي وريت لكم كوم وهذه رائعه رائعه بزاف. فدابا غادي نخوي بها هكا الهواء. دابا غادي نجيب المدلك وغادي نحاول نسرحها فوق ما سطح العمل. نرش شويه ديال الدقيق بعدا باش تعاوني حيت هي كتلصق لان خفيفه درتها. دابا غادي نحاول انني نسرحها. خديت البنات واحد الفورشيت بحال هكا وخديت واحد القطعه دائريه، غادي نديرهم ما هما كبار ما هما صغار، المهم متوسطين. انا عندي هذه هنايا ديال هاد القطعات هادو، هذه كنت خديتها من امازون، زوينه بزاف فيها كاع الاحجام. ها انتم هذه ديال الحجم الكبير انا خديته، ها هي جايه بحال هكا، راه كاينه في امازون زوينه فيها هنايا بسنتيمتر، يعني يوريكم كاع الاحجام على حسب داكشي اللي غتخدموه، سواء مملحات ولا هكا تقطعوا بها اي حاجه. مهم دابا غادي نبدا نقطع. انا وجدت ديجا صينيه اللي فرشتها بورق الزبده باش غادي نبدا نوضعهم مباشره باش غادي يدخلوا للفران يطيبوا نص طيبه ضروري، عاد من بعد ندير لهم الحشوه. ها هما البنات درتهم هكا في الصينيه اللي غتدخل للفرن، وغادي ندخلهم على درجه حراره 180 درجه يطيبوا نص طياب. وبالنسبه للعجين المتبقي درتو هنايا في هاد السلوفان هذا، نخليه يتطلق شي شويه ونولي عاوتاني نفردو ونقطعو بنفس القطاعه. فدابا غادي نديهم للفران. ايوا المهم هنايا كما شفتوا بعد ما خرجتهم من الفران، انا كي الا لاحظتوا العجينه درتها شويه غليظه لانه هي فيها الخميره كتزيد تنتفخ، فالا بغيتوا ديروها رقيقه ديروها على حسابكم. مهم انا كنفضلها بحال هكا، يعني تلقاي فيها ما تاكلي، وكتعجبني تجيك بيتزا كتكون رقيقه بزاف. صافي اول حاجه خديت ديك الصلصه اللي حضرناها مع بعضياتنا، حاولت انني ندهنها بها، ومن بعد جبت الخضروات اللي طيبناهم. هادي كتجي غير بالخضروات، ممكن الا بغيتو في هاد المرحله هادي ضيفوا طونه، ضيفوا دجاج، كفته، كروفيت اللي كان متوفر عندكم. انا الصراحه بغيت نديرها غير بالخضره، فماشي ضروري اللحوم ولا البروتينات، المهم مره نديرو هكا غير شي حاجه بالخضيره. هنا البنات هاد لاستيس هادي انا كنزيد هاد الفرماج هذا مثلثات الجبن او مربعات الجبن اللي هو جبن كريمي، كنضيف هكا مرصويات في البيتزا كيعطيها واحد اللذه رائعه جدا. يعني فاش تعضوا اللذه ديال البيتزا ويكون مع هذاك المرصو ما نقول لكمش على اللذه، جربوها وردوا عليا الخبر. كنضيفها كتجي زوينه كتعجب حتى الوليدات. من بعد كما شفتوا ضفت الفخوماج مبشور، خليت بين جبن موتزاريلا وشيدر. المهم ممكن ديروا غير موتزاريلا بوحديتو ولا داك الفرماج الاحمر، ممكن حتى هو ديروه كما بغيتو. والفوق اكيد ندير الزيتون، الزيتون اللي كان متوفر عندكم خضر ولا اسود اللي كان متوفر. وغتبقى لي البنات واحد الرشه ديال الزعتر. تقولوا لي كثرتي الزعتر؟ لا البنات راه كندير غير شويه، يعني هو كيكون خطر على المراه الحامل الا مثلا مشيتي تبختيه وشربتيه. عاد شي مرات يعني فاش كتكون المراه حامله وتكون مريضه بالبرد راه كيقولوا ليها دير الزعتر. والله الا ما بقيتش عارفه واش نشربو ولا ما نشربوش، والله العظيم خصوصا يعني هنايا يعني كضربنا البرد بزاف، فما عرفناش واش نشربو الزعتر واش ما نشربوش. المهم انا ما كنشربوش ولكن كندخلو مره مره هكا في الوصفات، ولكن بشكل قليل كما شفتوا ما كنديرش كميه كثيره. صافي من بعد ما ساليت لي بيتزا ديالي دخلتهم للفران غيدوب عليهم داك الفخوماج، يعني ما محتاجوش مني وقت كثير لانه كلشي عندي طايب. وصافي وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. اكيد يعني هاد الكميه اللي عطيتكم راه كدير لكم جوج صواني ديال البيتزا
بحال هادو، ماشي غير هاد الكميه اللي وريت لكم. انا نفتح لكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. ها نتوما كيفاش كتجي العجينه البنات من الداخل، كتجي رائعه جدا. جربوا هاد العجينه هذه وردوا عليا الخبر، فريمون كتجي لذيذه بزاف. هاد لي بيتزا كيجيو خفاف بزاف بما انهم فيهم غير الخضره والفرماج، ما فيهمش شي حاجه هكا ثقيله. وهذا ما كان مهم، نتمنى انه هاد الوصفه هذه تعجبكم وتجربوها لوليداتكم. دابا غادي نصايبوا البنات واحد الوصفه سهله مهله، واحد دوازتي اللي هما غاليت بالعسل وزبده الفول السوداني، كيجيو رائعين جدا. الوصفه جدا سهله، مكونات بسيطه جدا. غادي تحتاجوا بيضه واحده، عندي جوج ملاعق كبار ديال العسل، العسل الحر او العسل العادي اللي كنتوفر عندكم، زائد 40 غرام ديال السكر، تقريبا جوج معلقات كبار ديال السكر سنيده، عندي رشه ديال الملح، 75 مللتر ديال الزيت ما يعادل تقريبا نصف كاس كما شفتوا هنايا في الفيديو، عندي ملعقه كبيره ديال النشا، نشا الذره، عندي 7 غرام ديال خميره الحلويات، وعندي اما ديروا الفانيلا السائله باش تنسموه اولا ديروا ماء الزهر اللي كنتوفر عندكم، عندي ملعقه كبيره مملوءه ديال زبده الفول السوداني اولا ممكن تعوضوها بزبده اللوز ولا الاملو اللي كنتوفر عندكم في هاد الثلاثه، عندي 230 غرام ديال الدقيق الابيض. صافي البنات هادو هما المكونات. فالمهم نتوما بغيتو تضعفوا المكونات ضعفوا على حسابكم. المهم كما شفتوا في بول درت الحبه ديال البيض، ضفت لهم الفانيلا، ديك الرشه ديال الملحه، غادي نضيف نصف كاس ديال الزيت كما قلت لكم، وغادي نضيف العسل والسكر. راه ما كتجيش البنات حلوه بزاف، يعني جوج معلقات ديال السكر مع جوج معلقات ديال العسل كتجي معقوله في الحلاوه. من بعد جبت ديك زبده الفول السوداني كما شفتوا درتها، من بعد خميره الحلويات، درت ملعقه ديال النشا، وصافي في هذه المرحله غادي ندير الدقيق الابيض، وغادي نخلط هنايا باليد ديالي حتى نجمعها، اتجمع لكم مباشره. دابا غادي نجيبوا الصينيه اللي غندخلوها الفرن، غادي نفرشوها بورق الزبده، وغادي نبداو نشكلوهم هكا على شكل دوائر بحال هكا. في هذه الاثناء هذه انا شعلت الفرن على 170 درجه هكا باش مهم يلا يسخن معايا الفران. من بعد البنات لي التلميع درت اصفر بيضه، ضفت له تقريبا نصف ملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، خلطتهم مزيان وجبت شيته وبديت كندهن هاد لي غاليت هادو من الفوق، يعني باش يعطيني هذاك اللون البني الغامق اللي كيكون في لي غاليت. من بعد اما تخليوهم بهذا الشكل هذا ولا غادي تجيبوا واحد لافورشيت وتحاولوا انكم تدوزوا هكا ديروا على شكل خطوط. وصافي من بعد ما نسالي البنات غادي ندخلهم للفرن كما قلت لكم على درجه حراره 170 درجه، انا كنشعل ليه من الفوق ومن التحت في نفس الوقت، ما كياخذوش الوقت بزاف في الطياب، يعني ردوا البال كياخذوا واحد 10 حتى ربع ساعه ماشي بزاف، يعني حيتاش الفرن ديجا كيكون ساخن. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديالهم بعد ما خرجتهم من الفران، كيجيو رائعين. انا لانني درت فيهم هذوك دوز ديك لافورشيت بحال تشقوا شي شويه، ولكن جاوا رائعين في المذاق، وتا هكا مشقوقين جاوا زوينين صراحه عجبوني بزاف. و هادشي اللي كاين البنات كيجيو زوينين في المذاق، هذاك المذاق ديال العسل وزبده الفول السوداني كيجي غالب عليهم. وصافي المهم نتمنى انه الوصفه تكون نالت اعجابكم، هكا تحضروها لوليداتكم الكوتي ديال المساء او للضيوف ديالكم، راه كتجي رائعه جدا. المهم هنا البنات غادي نشارك معكم اخر ما خديت للبيبي، حيتاش بزاف البنات قالوا لي مبقيتيش كتشاركي معنا الحويجات اللي كتاخدي للبيبي هكا باش ناخذوا افكار. فصراحه يعني ما خديتش بزاف ديال الحوايج، المهم غنوريكم داكشي اللي خديت، واهم حاجه غنوريكم واحد الكرسي اللي خديته رائع جدا. المهم بالنسبه للكسيوات اللي خديت مؤخرا، المهم هنا راه داكشي مخلط اللي وريت لكم ديجا ما غاديش نوريه لكم،
ولكن نوريكم داك الشيء اللي عمركم ما شفتوه، بحال هاد التريكو هذا ديال الصوف. ها هو جاي بحال هكا، هذا خديته من كارترز، كان بروموسيون بنات، مانيش عارفه الثمن حيتاش ما حيتاش خديته اونلاين، وفاش كيصيفطوا لك الحاجه اونلاين ما كيصيفطوش فيها الثمن. كان عندي واحد الرسيم ما عرفتش فينا هو، اللي عجبني فيه انه في هذا الكابيشون هذه، وفي هذا بحال مهم بحال الكريماس هكا، بحال الودينات بحال هكا، مهم زوينه، عندها هاد القفيفلات هكا في البيج، عجبتني هادي 03 موا خديتها، نديرها له هكا مع شي سريويله هكا في البيض ولا الكري ولا شي جين. هادي ديجا وريتها لكم البنات، خديت هادي اهم حاجه، حيتاش انا غادي كيما قلت لكم نولد في مارس، وبالنسبه لمارس عندنا حنا هنا عاد البرد، يعني كيكون باقي الثلج باقي البرد، فضروري باش يخرج هكا بلوبيتال وهذا ضروري يعني شي حاجه اللي هكا ديال الثلج، راكو عارفين اللبسه ديال الثلج. فهذه خديتها باش نستغلها اكثر من 0 ل 6 موا، باش يلبس فيها حتى في بدايه الشتاء الجايه ان شاء الله. مهم الا كان قليول الا كان هكا بيبي زرا ما غاديش يلبس فيها. المهم هذه خديتها من غاب، حتى هي ما فيهاش الثمن حيت خديتها اونلاين، فيها هكا هاد الديناصورات هادو، وزوين عندها هنا فين يدخلوا الرجيلات وهنا فين يدخلوا لي ديدات بحال هكا، وكتحل بالسنسله سخونه لداخل هي هادي. ممكن قلت لكم الحاجه اللي وريتها لكم ديجا ما غاديش نوريها لكم، بحال هادي ديجا وريتها لكم. خديت هاد هادي خديتها من كارترز، هادي بيجاما هكا وما عندهاش رجيلات هنا مسدودين. انا كيعجبوني اكثر هاد البيجامات اللي ما كيكونش عندهم رجيلات مسدودين، باش هكا يعني فاش ينعس يعني تكوني ملبسه لغه تقاشر وتحيديهم له باش رجيلاتو يتنفسوا. فهادي جايه ربيعيه شي شويه، حتى هي خديتها 3 موا. انا ننصح البنات ما تاخذوش يعني ديال نيو بورن، يعني ديال زياده 0 موا ما تاخذوهمش، لانه ما غيلبسوا فيهم حتى شي حاجه، يعني الا ولدتي الولد فيه غير 3 كيلو ونص مثلا ما غاديش يجي وقدو، يجي وحدو قدو يلاه يلبس فيهم واحد السيمانه كاع الاولى، ومن بعد ما عندك ما ديري بهم، فمن الاحسن خذوا 3 موا كاع 6 موا ما نصحكمش تاخذوا بزاف 6 موا. انا صراحه كناخذ غير داكشي اللي غنلبس له في الاول، و 6 موا من هنا نشوف واحد شهرين يكبر وكلشي وناخذ له عاد. هاد البيجامه حتى هي بحال هذيك اللي وريتها لكم دابا، غير هي فاتحه يعني اللون ديالها فاتح. هادي زوينه عاوتاني مكتوب فيها I am the boss of everything، ها هي زوينه هاد الكتابه اللي فيها هنا، حتى هي بحال هذيك زوينه ربيعيه. كاين واحد الكادو ديال جارتي البنات راه هنايا، حتى نشاركو معكم، ولكن خساره ملي جبت له حويجه دابا تشوفوا علاش خساره. مهم واخا المهم هما زوينين الصراحه. خديت له هاد البيجاما هادي البنات، حتى هي من كارترز، هادي شويه سخيخنه يلبس فيها يعني داك لو موا ديال مارس، من 0 حتى ل 3 موا، ها هي زوينه هكا في الكري. خديت هاد هادي كتجي الصراحه 3 بياس، 3 بياس هاد الحويجات هادو هنا. المهم خديت هاد كيما قلت لكم 3 بياس كتجي هادي، فيها جوج تريكويات هكا دومي مونش هاد الصغيورين هادو هكا، وفيها هادي هكا جاي هكا فيها طوموبيلات، المهم جوج تريكويات، وعندهم سريويله ديالهم كتجي معاهم بجوج، يعني تلبسي له اما مع هذا ولا مع هذا. ها هي فيها اللور هكا هاد الطوموبيل هكا كتجي، بيجاما هكا للدار. المهم البنات خديت هاد الشويشيات هادو اللي كيجيو بحال هكا، هادو كيجيو دو بياس كيتباعو هكا في هكا دقة وحدة دو بياس هكا، فيهم هكا المهم هادي بلون كاسي وفيها هاد الفيل بحال هكا. هنا 3 بياس البنات، صحابلي غير دو بياس هانتوما، فيها واحد جوج ثلاثة، هادو ديال من 0 3 موا. خديت هذا هادي بحال صفات ما هكا كتجي لتحت، عندها الطراقيات هكا لتحت، هادي ديال كاف البنات بحال هكا. خديت هادي بيجامه
بحال هكا دايره وعندها رجيلات مفتوحين يعني يتلبسوا بعد التقاشر هادو. المهم اللي ديجا شفتوهم كيما قلت لكم ما غنوريهم لكمش. هذا تريكو هذا البنات علاش خديته، خديت الولد ديال كبير بحالو، ها هو هذا من كارترز حتى هو ديال 3 موا، يجي هكا مع شي جين. قلت لكم هذا خديته لانه كانوا فيهم حتى ديال الكبار، وخديت لولدي هكا الكبير هكا باش يلبسو بحال بحال زعما. هادو من كارترز راه فيهم الكبار والصغار، بالنسبه اللي كتبغي تلبس هكا لولادها بحال فحال راه زوينين بحال هكا. انا ما كانتش عندي الصراحه هاد الفرصه هذه يعني ديال انني نلبس ليهم بحال بحال، لانه بنت وولد ماشي بحال يكون عندك جوج بنات ولا جوج وليدات، فممكن انك تلبسي لهم بحال بحال يجيو زوينين. كتعجبني انا هاد القضيه هذه. خديت من غاب هاد القميجات هادو رائعين، هادو البنات مع شي جين واعرين بزاف، خديت لهم من 3 ل 6 موا. هادو خديتهم شويه كبيرين هكا يكون بدا شويه يكبر، من هنا للصيف يجيوه لانهم كيطلعوا يقدروا يجيو حتى هكا 3 كار ولا دومي مونش كما شفتوا كيتشدوا هنايا، هما راهم مونش ولكن ممكن تطلعي منهم هكا في الصد هادي. وخديت وحده ها هي حتى هي من غاب، جوجهم يجوا مع الجينات ها هي بحال هكا هادي. شوف شحال زوينه عندها هكا هاد الكرينات، وعندها هنا كتسد هنا كتفتح وتسد بحال هكا. حتى هادي من 0 و 3 موا، هادي من غاب البنات من غاب. خديت هاد اللي قالت هادو صراحة تنزيد بيهم هما وشواشي باقي عاد خصني نزيد. هاد اللي قالت هادو اللي كيلبسوهم هكا باش ما يقبشوش روحهم، وهادي فيها 3 بياس البنات هانتو من كارترز هادو دايرين 10 دولار، انا خديتهم ناقصين ماشي كاع 10 دولار. هاد هاد السبابيط هذا كنت خديته من وينرز تا هو زويون بحال هكا، وكنت خديت حتى هذا البنات ها هو. هادو شويه كبيرين يعني ديال 6 موا هكاك 6 موا حتى العام. هاي هاد البيجاما هادي بحال هكا دايره، هادي من كارترز حتى هي بحال هكا، وعندها رجيلات مفتوحين هنا. كاين هذا البنات بحال هكا دايره، عندها القليمينه حتى هادي سخيخنه شي شويه بحال هكا دايره، وعندها الجياب هنا وحتى هي ما عندهاش الرجيلات. المهم بالنسبه للكسوة ما عرفتش واش غادي نزيد له. كاين هادي حتى هي البنات ديال 0 و 3 موا، حتى هي ديالها كيخرج بها في البرد كما شفتوا، عندها القليمينه ديالها بحال هكا. وصافي كنظن صافي الشيء الاخر كلشي كنت شاركته معكم ديجا، وغادي نشارك معكم دابا الكادو اللي جابت لي جارتي. كان جبتو لي مع واحد اللعبه هذيك راه لتحت راهم ديجا يلعبوا بها الوليدات، واخا ديال البيبي ولكن ديجا يلعبوا بها. جابتو لي بحال هكا، مهم عجبوني الحويجات ولكن جابتهم صغار بزاف، يعني هما حويجات ديال الصيف ولكن صغارين بزاف. المهم جبتهم هنا البنات باش نشاركهم معكم. هنا المهم كانت كتبت لي واحد لو بيتي مو حيت هادشي يمكن خداته من غاب، فهنايا هما وقيله اللي صايبوا لها لومبالاج. ودابا غادي نوريكم اشنو خدات لي، ولكن خساره خدت داكشي ديال الصيف، ما عرفتش يمكن صحاب لها غادي نولد حتى الصيف. صراحه كما قلت لكم هادشي زويون وكلشي، ولكن المشكله انه ديال الصيف وصغور يعني 0 و 3 موا، يعني من هنا للصيف ما غاديش يدخل فيه هادشي هادشي فريمون صغور. فهذا جاي هكا مع التريكو ديالو بحال هكا، شورت مع التريكو ديالو ماشي مشكل، نقدر نلبسهم له هكا في الدار يعني في الدار وصافي. فجبت هذا حتى هو صغير حتى هو 0 و 3 موا ديال الصيف، حتى هو جاي يلبسها بحال هكا. انا كيعجبوني هاد اللبسات، نعقل كنت ناخذهم لولدي بزاف فاش كان صغير، كتجي هكا لبسه لاصقه فيها شورت وهذا تريكو. كاين هاد الشورت هذا بحال هكا مع هاد التريكو هذا، هادو كلهم ديال غاب البنات خداتهم من غاب. كاين هاد الشويرت هذا، هذا اللي هو اللي ديال الخريج بحال هكا، شوفوا
زويون مع هاد لا شوميز هادي بحال هكا اونسومبل. سو زوين بزاف. وكاين عاوتاني هاد الشوارط هادو كلهم 03 مو صراحة ما جبتهمش كبار مي ماشي مشكل. ومع هاد التريكو هذا ها هو. و كاين عاوتاني هاد اللبسه هادي جايه لاصق فيها بحال الشورت حتى هي من جاب زوينين الصراحه والله العظيم. زعما تمنيتكم كانوا شويه كبار باش هكا في الصيف يعني يلبسهم ويخرج بيهم وكل شيء. لكن واخا هكاك غادي نلبسهم لو ضروري يعني فاش يتزاد فاش يكون صغير غير في الدار هكا فاش نكون شاعله الشوفاج نلبسهم له ضروري ما يضيعوش. هادو صراحه عجبوني بزاف والله الا فرحتني بزاف بهم. وهي ما عارفاش يعني صحاب ليها غادي نولد في الصيف داكشي علاش. فمهم ما بغيت نقول لها حتى شي حاجه اصلا. انا قلت لها شكرا وصافي وشتهم وعجبوني قلت لها شكرا بزاف. يعني ما يمكنش يعني واحد غادي يكبر بيك ويجيب لك هديه وتبقاي تقولي له لا راه ما يجيوش قدهم الا اذا كانت مثلا اختك ولا الوالده ديالك ولا ابارسا. يعني ما تقدريش تقولي لشي واحد لا راه ما جاتش قدو ديك الحاجه ولا ما عجبتنيش ولا بالعكس. لا خص الواحد دائما يتقبل الهديه كما كانت دايره. شكرا ليها بزاف صراحه حمقوني الحويجات زوينين بزاف. انا ما كنتش قاعد نفكر يعني ناخذ حويجات ديال الصيف دابا حيت مازال الصيف باقي عاد الحال على الصيف ولكن انا عجبوني بزاف وصافي. مهم هادشي اللي كاين. دابا غادي نجمع هاد الروينه كلها اللي درتها دابا جبدتها ونوريكم الكرسي. خليكم معايا. هو هذا البنات الكرسي اللي قلت لكم خديته هو هذا. مهم راه خديته من وول مارت وكان بروموسيون في البلاك فرايداي ولكن ما وصلنيش يعني بكري وصلني تقريبا حتى ل 15 يوم ولا. فداكشي علاش ما وريته لكمش. فكنت شاركته معكم النهار اللي وصلني وركبته شاركته مع البنات في ستوري انستغرام وكان ديك الساعه عاد باقي في التخفيض في وول مارت ولكن دابا راه ما بقاش في التخفيض. غنستناو ان شاء الله نشوفوا التخفيضات راه استنى ربما يديروا فيه شي تخفيض. وديك الساعه الا شفتوا انا في الموقع دايرين فيه شي تخفيض غادي نشاركوا معكم. راه كاين حتى في امازون بالنسبه للبنات اللي ما كاينينش غير في كندا بغاو يشريوه يعني من مختلف انحاء العالم. راه زوين بزاف. المهم انا غادي نشارك معكم علاش زوين وشنو فيه اللي زوين. اولا البنات الكرسي جاي داير بحال هكا بعدا باش تشوفوه نظره شامله بحال هكا في هاد اللعيبات هادو بحال هكا غير ديال التوب يعني ما يجرحوا ما حتى شي حاجه كيتحيدوا بحال هكا وكتركبيهم بكل سهوله. هانتوما باش يبقاو يدورو. فيه السمطه بطبيعه الحال السمطه اكيده. وراه فيه عده الوان انا اختاريت هاد اللون هذا عجبني ولكن هو راه فيه الكري فيه لو نوار فيه الابيض اللي بغيتو. وهاد التوب هذا راه كيتحيد بالسنسله ني السنسله بعدا كيتحيد بالسنسله وكيتصبر فاش كيتوسخ كتحيديه. ها نتوما هاي السنسله كتحيد هكا كيبقى غير الكادر وكديريه في لاماشين كتصبنيه دونك ما تخافوش بمساله ديال يتوسخ ولا شي حاجه. صافي جاي بحال هكا. هنايا دايرين له بحال لاوات ولا باش هكا يجي شويه يعني عامر بحال شي خديه باش فاش يدير البيبي راسو هنايا ما يضروش. وغادي مهم بلاتي انا كنصور بيد وكنحادي بيد. مهم جاي بحال هكا من اللور فيه واحد الجويب هنا ديري فيه الشارجر ديالو يعني باش غتخدميه الكتالوج بحال هكا. شفتو واحد الجويب ها هو فيه الشارجر هنا باش غادي نخدمو لكم دابا. فيه هاد السمطه هادي باش شداتو مزيان باش ما يطيحش. وفيه هاد البوطون هنايا شفتو هادي باش بغيتو تنعسوه بحال هكا يجي ناعس الا نعس ليكم مثلا يولي بحال هكا بغيتي تقعديه بحال هكا يعني وكتسديها يعني حداش ما الحد اللي بغيتي توصلي له كتبلوكي بها بحال شي فران بحال هكا البنات. وصافي دابا غادي ندير لكم البريز باش نخدم لكم كيفاش مهم كيخدم. هو راه فيه الموسيقى فيه كتخدموه مع واحد لابليكاسيون تانستاليوها هي هادي تانستاليوها في البورتابل ديالكم كيما داير مهم تليفون ديالكم تانستاليوها في البلاي ستور وكتبقاو ديروا الموسيقى اللي بغيتو يعني موسيقى هادئه ديال الاطفال اللي بغيتو اللي بغيتو تخدموه كتخدموه معاها. مهم هو هذا البنات انا ركبت له البريز ديالو هنا غير باش نوريكم. غادي نشعلو دابا هو هذا البنات
وصافي كتختاروا نتوما شنو بغيتو، يعني واش يمشي ويجي، واش يدور بحال هكا، واش يبقى يدور بحال هكا، حيتاش عنده هاد اللعيبه هادي هنا كتحرك. المهم دابا نوريكم انا واحد بحال هكا هانتوما، وكتجهدوا في الجهد، اما بغيتو الجهد يعني يكون بزاف ولا الجهد غير شويه على حسابكم. وصافي البنات كما قلت لكم الموسيقى كتخدموها بهذيك لابليكاسيون اللي تكونوا مانستالينها في التليفون. انا باقي الصراحه حيت التليفون عندي عامر ما انستاليتهاش باش نشوف الموسيقى وداك الشيء. ان شاء الله نهار نخدمه ويكون البيبي تزاد ان شاء الله، الله يجيبه على خير ويكمل ان شاء الله بخير وعلى خير. غادي نشارك معكم كيفاش تخدموه وداك الشيء كامل. انا صراحه علاش خديت هذا تشجعته خديته، حيت انا من النوع ديال لي مامو اللي ما كنبغيش يعني نبقى هزة البيبي النهار كامل، او بالمختصر المفيد كما كنقولوا حنا المغاربه نولفو الهزان. فهذا الصراحه غادي ينفعني بزاف، يعني نحطو فيه نخليه هكا يتحرك مع راسو حتى ينعس، يعني ما نبقاش انا نهزو ولا ليبيه وهذا باش ينعس. صراحه هذيك الطبيعه خايبه بزاف، وكتحصلي يعني كتحصلي في لي مومون اللي كتكوني محتاجه انك اما ترتاحي ولا تخدمي شي حاجه في دارك، ولا خاصك تبقاي ساعات طويله وانت هازه شي مرات البيبي حتى كينعس كتحطيه كيولي يبكي لانه ولف الرفود. فما بغيت الصراحه نولفوا هذيك المساله هذه. فهذا غادي ينفع بزاف، يعني هذا الريلاكس غادي ينفع بزاف. قريت عليه بزاف الريفيوز زوينين، يعني الناس كيشكروه، وكنشكراتو ليه حتى صديقتي حليمه من قناه حليمه في البيت، حتى هي كانت خداته لبنتها. هادشي اللي خديت لحد الساعه شاركت معكم كلشي. ان شاء الله كنستنى لي سولد، باقي لي بزاف الحوايج اللي مهمين بالنسبه للكسوه ديال البيبي. ما عرفتش واش غنزيد ولا ما نزيدش، قولوا لي نتوما الراي ديالكم، واش باقي خاصني، باقي عاد دوك الكمات مازال ما خديتهمش، باقي نزيد واحد الكاشه عاوتاني تكون ربيعيه هكا خفيفه، واحد لي زور دوك لي زور. مهم باقي لي بزاف، ومازال انا البيجامات مهم شلا حوايج باقي لي. خليوني في التعاليق شنو بان لكم خاصني، شنو خاصني نزيد، واش الكسوه نزيد ولا بركات عليا. وصافي مهم كنتسنى الراي ديالكم في التعاليق، وشكرا لكم بزاف بزاف على متابعه الفيديو حتى الاخر. نقول لكم مع السلامه، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الماجي. يلا باي باي، بسلامه. شو البنات الروينه ما بعد التصوير هادشي كامل خصني نرجعوه في ديك لافاليز.